دكتور سمير أيوب، بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران كانت إيران منفعلة وعلى وشك أن ترد. الرئيس الروسي بوتين أوفد رئيس مجلس الأمن الروسي سيرجي بوشيغو إلى الرئيس الإيراني وإلى وي الفقيه، قال لهم انتظروا لا تردوا على إسرائيل، وفعلت إيران وعملت بهذه النصيحة. لكن بعد اغتيال حسن نصر الله إيران لم تعد تتحمل المشهد ولم تستطيع أن تتحمل النقد الدولي والضغط الداخلي، فردت على إسرائيل. يعني تعتقد أن إيران مارست حقها أم استعجلت وكان عليها أن تبقى عند وصية بوتين؟ يعني للأسف هناك مشكلة مع من يعارض إيران ومن لا يريد لإيران أن يكون لها دور إيجابي في منطقة الشرق الأوسط. يعني في حال دعمت إيران القضية الفلسطينية الكل يعتبر ذلك هذا الدعم سلبي. أين هي الدول العربية؟ لماذا لا تدعم القضية الفلسطينية؟ ثانيا يعني الرد الإيراني، في حال ردت إيران الكل يقول أن إيران تريد إشعال المنطقة وهي سبب هذا الحروب، وإن لم ترد إيران يقولون يعني ويعتبرون رد إيران. سيد دكتور سمير، دكتور سمير، أنا هنا لا أناقش آراء الآخرين، أنا تمحورت في فكرة السيد، فكرة السيد بوتين رجل متمرس، رجل يقود حرب. هذه الفكرة التي قال بها لإيران، صحيح هناك مشكلة تعاني منها إيران كما قلت، يعني في حال ردت أم لم ترد. إيران بطبيعة الحال لا تريد أن تنجر وراء استفزازات نتنياهو لتصبح هناك حرب شاملة في المنطقة. الكل يعلم أن نتنياهو يريد توسيع الحرب لجر إيران بشكل أو بآخر إلى هذا الصراع، وهذا يستفز جر الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الكيان لوحده لا يستطيع مواجهة إيران، وهذا دلت عليه الهجوم الأول والهجوم الثاني الإيراني على الكيان الإسرائيلي. طيب. لأنه اضطر بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية للتدخل من أجل تخفيف وصول هذه الصواريخ. في حال كانت هناك حرب شاملة هذا يعني أنه عمليا ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية وإنما بريطانيا وبعض الدول يمكن أن تدخل هذه الحرب. طيب. عندها يتلطى نتنياهو خلف هذه الدول لتنفيذ هدفه الأساسي ألا وهو ضرب المنشآت النووية الإيرانية، لكن عندها يكون محميا بالوجود الأمريكي. هذا ما يريده اليوم نتنياهو. إيران لا تريد أن تنساق وراء هذا الاستفزاز، لا تريد أن تكون هناك حرب شاملة، لذلك كان هذا يعني هذا التحذير الروسي. لكن في حال استمرت هذه الاستفزازات لا يمكن لإيران أن تبقى مكتوفة الأيد، هذا يعتبر ضعف. وفي الصراع أي امتناع عن الرد على أي اعتداء على أي دولة يعتبر ضعف. لكن يا دكتور سمير، في الرد الإيراني صار معلوما لدى الغرب ولدى أمريكا أن إيران قوة صاروخية قوية وبإمكانها أن تكون لاعبا فاعلا في هذه الحرب، وبالتالي هل رسخت هذه الضربة القناعة لدى إسرائيل ولدى أمريكا وحلفائها أن إيران قوة لا يمكن أن يستهان بها؟ يعني بالطبع إيران بعد هذه الضربات يعني تبين أنها قادرة على الدفاع عن نفسها، وقادرة أيضا أن تشكل خطر على كل أي يعني على أي دولة يمكن أن تهدد أمنها وتريد ضربها. اليوم إيران صحيح ليس لديها القوة لضرب والاحتلال، لكن قادرة على الدفاع عن نفسها، وهذا ما أثبتته.